مشاهدينا أهلا بكم. متابعة طبعا للتطورات ولما يجري في غزة والحرب على غزة وفي جنوب لبنان، نحن معكم في نقل مباشر لهذه التطورات. في اليوم 17 من طوفان الأقصى، الحرب المدمرة مستمرة على القطاع والتهديدات بعملية الغزو البري مستمرة بالتزامن مع مجيء مفادين من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب داعمين لإسرائيل وعقد قمم للبحث في تطورات غزة دون جدوى وسط تحرك حاملات الطائرات وسفن حربية ألمانية، وأمس صينية اتجهت إلى منطقة الشرق الأوسط. وفي جنوب لبنان تتصاعد وتيرة الاشتباكات مع العدو الإسرائيلي. والسؤال، في غياب المواقف السياسية المسؤولة والداعمة لفلسطين، هل باتت الكلمة للميدان اليوم في غزة؟ وهل التطورات الميدانية هي من يحسم اشعال الجبهات المحاذية لفلسطين المحتلة؟ وهل نحن أمام حرب واسعة أم ستبقى محصورة ومن ثم الذهاب إلى تسوية؟ وماذا عن خطط نتنياهو المحشور سياسيا وشعبيا؟ كل هذه التطورات نبحثها مع ضيفنا الكاتب السياسي أستاذ حسن الدر. أهلا وسهلا فيك بتلفزيون لبنان ومواكبة طبعا لهذه التطورات. اليوم الحرب بغزة، وفينا نقول غزة اليوم محاصرة بالنيران، دون التوصل إلى مواقف سياسية موحدة أقله بإيقاف هذه الحرب أو ربما إلى يعني وقف إطلاق النار حتى الساعة، ما في شيء. أول شيء مساء الخير إلى كل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. ودائما نبدأ بالتحية لأهل غزة، لصمود وصبر، لصبر الأهالي أهالي الشهداء، وأيضا لأرواح الشهداء اللي عم نشوف نحن وعم نتابع عم بيحترق قلبنا على هؤلاء الذين يقتلون بهذه الطريقة على مرأة ومسمع من العالم، بأكبر إبادة بشرية بالتاريخ يمكن على الهواء مباشرة، أمام عالم صامت وساكت وداعم لهذه العملية. فكل التحية لهؤلاء، يمكن عم بيدفعوا ضريبة كل العرب وكل المسلمين وكل المنطقة، لأنه بنيامين نتنياهو المجرم، مجرم الحرب، من أول يوم قال أنه هذه الحرب يعني على أعقاب هزيمته بطوفان الأقصى سيغير الشرق الأوسط، إذا استطاع، وحتما لن يستطيع بناء على وقائع الميدان. جيش بحجم الجيش الإسرائيلي إلى اليوم كل يوم يتذرع بذريعة لتأجيل هذه المعركة ما تسمى المعركة البرية. أما بالنسبة لسؤالك، الحل السياسي أو الأفق السياسي، هذا متوقف على نوعية الدعم الذي يقدمه الغرب وأمريكا لإسرائيل، ونوعية الدعم الذي يقدمه العرب والمسلمون لغزة، والفارق حتما كبير جدا. شفنا بعد القمة، قمة السلام للأسف يعني غزة تذبح ونحن نعمل قمة للسلام، انتظرت إسرائيل هي والقمة منعقدة رغم أنه كان في دول أوروبية ودول عربية وإسلامية. أثناء انعقاد القمة كانت الصواريخ والغارات تنزل على رؤوس الآمنين في غزة. انتهت القمة، الليلة الأولى بعد القمة شفنا أعنف ليلة اللي كانت مبارح، أعنف ليلة مرأت على قطاع غزة، يمكن أعنف ليلة بتمر على بشر آمنين من الحرب العالمية الثانية لليوم. كنا عم نشوف مبارح حجم الحقد الذي يرميه العدو الإسرائيلي على أهالي غزة. فمن هنا بيجي الحل السياسي. إذا كان من بيده المفتاح الحل السياسي هو الولايات المتحدة الأمريكية، أطلقت يد العدو الإسرائيلي وأعطته دعم مطلق تمده اليوم بجسر جوي من الأسلحة، البوارج الحربية في على الشاطئ، دعم معنوي أقله أيضا، الدعم معنوي عسكري، دعم مالي سياسي ومالي وإعلامي. نعم. الإسرائيلي يلفق الكذبة وبايدن يسوقها. العالم كله اليوم يشهد على أكبر كذبة في التاريخ، حتى الإقبال عم نشوف اليوم مجيء المفادين اليوم اللي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية ومكفيها أيضا الغرب الأوروبيين، كله دعم لإسرائيل والحفاظ على أمن إسرائيل وخايفين على أمن إسرائيل وأطفال إسرائيل، في وقت الناس كلها عم تتفرج على غزة اليوم أسوأ لحظات عم تعيشها. هذا أكبر دليل أنه ما قاله يوآف جالانت وزير الحرب الإسرائيلي عن أنه أهل غزة هم حيوانات بشرية، الغرب يرانا بهذه الطريقة، الغرب لا يعتبرنا من جنس البشر، هو نحن بالنسبة إليه مجرد أرقام، نحن بالنسبة إليه مجرد كما وصفهم جالانت. وإلا ما يعني من يصدق انه هذه الاطفال اللي عم نشوفهم عم تقطع رؤوسهم وحنا كنا عم نحضر امبارح في تغيير الواقع اليوم وتغيير الحقائق اليوم، واضح عم يصورونا انه
دفاع إسرائيل عم تدافع عن نفسها وهي تدافع عن أطفالها، يعني التصوير كأنه حماس هي كذبوا الإرهاب. كذبوا الكذبة ويريدوننا أن نصدقها. طيب فلنفترض أنه حصل ما حصل، هو لم يحصل أصلاً، لأنه اللي قال أنه في قطع رؤوس رجعوا اعتذروا وقالوا غير صحيح وكان لم يتأكدوا من الخبر. طيب هذا ما يحصل اليوم في غزة، قتل الأطفال بهذه الطريقة، قطع الماء والكهرباء والدواء والطعام عن أهل غزة. امبارح حضرنا في عملية جراحية عم تجرى لطفل بدون بنج، في اليوم أطفال مرضى مصابين جرحى من هذه الغارات، تجرى لهم عمليات جراحية بدون تخدير. في إجرام أكثر من هيك على مرأة ومسمع من العالم؟ وغزة على حدود أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، هؤلاء المسلمون والعرب المجتمعون حول غزة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية قدمت لإسرائيل الصواريخ والطائرات وحاملات الطائرات، والعرب ماذا قدموا لغزة؟ أكفان. يعني كأنه المعادلة كأنه المعادلة أنتم القتلة ونحن الدفان، أنتم اقتلوهم ونحن ندفنهم. هل هاو طلع معن العرب بعد كل هذه؟ حتى معبر رفح يتأخروا في فتحه أمام فقط يعني المساعدات اللي هي أيضا يعني لا تذكر. أنا برأيي هذه المساعدات بمقارنة بمليونين شخص يعيشون في قطاع غزة وبحاجة. هذه المساعدات كذبة أخرى تريد الأنظمة العربية أن تضحك على شعوبها أنه نحن قدمنا مساعدات، وإلا في 2,300,000 مواطن المسجلين رسميا أو 2,200,000 مواطن غزة في فلسطين المحتلة، مثل ما واضح أصلا الحصار صار 16 سنة وللأسف حصار من الجانبين. يعني قد ايه مشابه اليوم اللي عم يحصل بغزة اليوم؟ سبق يعني وتعرضت لعدوان قوي إسرائيلي، كذا غزوان كذا عدوان على قطاع غزة، قد ايه بنشوف اليوم مشابه هيدا العدوان الإسرائيلي؟ لا يوجد، لم يشهد قطاع غزة ولم يشهد، برجع بقول على الأقل على بذاكرتنا الحاضرة، ما شفنا استهداف لمدنيين لعزل بهذا الحجم بهذا الحقد. طبعا غزة تعرضت لحروب كثيرة آخرها وطالت، يعني في حرب أدت 50 يوم إيه، ولكن لم تكن بهذه الوحشية، لم تكن بهذا الإجرام، لم تكن بهذه يعني غياب أدنى معايير الإنسانية وأدنى معايير حقوق الإنسان. هل هذا دليل على أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم محشور سياسيا؟ هذا دليل، وهو يعني يعيش حالة تخبط داخليا أمام مواطنينه، أمام الأزمة اللي عم بيطالبوا أيضا بفك الرهائن اللي موجودين لدى حماس. الأزمة ليست أزمة نتنياهو وإن كان مأزوم داخليا، الأزمة أزمة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هذا الكيان المصطنع اللي اسمه الكيان الصهيوني ما يسمى بإسرائيل، هذا زرع في هذه المنطقة كقاعدة متقدمة للغرب في الشرق. اليوم بسبعة أكتوبر حصل أكبر هزيمة لهذا العدو من على الأقل من 50 سنة إلى اليوم، وإنهن شبهوا أكبر من 6 أكتوبر 73. فإذا الأزمة وجودية، الأزمة حقيقية تتعلق بصورة هذا الكيان، تتعلق بهذا الجيش. اليوم الإسرائيلي شو مقدم نفسه للمطبعين العرب؟ أنه أنا عندي منظومة أمنية وعندي منظومة عسكرية ومنظومة استخباراتية وأنا بقدر أمنكم الحماية. فإذا بغزة المحاصرة الصغيرة بعدد قليل من المقاتلين قامت بهذه العملية الأسطورية التاريخية التي ستبقى محفورة في ذاكرة العالم كله وخصوصا في ذاكرة الصهاينة. ما يحصل هو ما ذكر امبارح بصحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية العبرية، عم بتقول هذا الحشد، هو سمت هذا الحجيج الغربي إلى إسرائيل إلى الكيان الصهيوني ليس فقط لدعم معنوي وعسكري لإسرائيل، ولكن لضبط هؤلاء المتوحشين. هي العبارة من عنده، لأنه هي بتقول الصحيفة الغرب يعرف وأمريكا تعرف أنه إسرائيل لديها الكثير من الأسلحة، لديها أسلحة كثيرة وخطيرة، وهذه القيادة السياسية والعسكرية فاقدة للوعي وفاقدة للتوازن وفاقدة للسيطرة بسبب صدمة 7 تشرين. فإجوا على هذه المنطقة، إجوا إلى الكيان الصهيوني ليعملون ضبط أعصاب وتوجيه حتى ما يروحوا بمغامرة قد تورط الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بحرب بالمنطقة وربما بالعالم غير محسوبة ومش مستعدين لبعد. وخلينا نشوف كمان المبارح بلينكن بيقول أنه طلب من الإسرائيليين تأجيل الغزو البري لاستخدام مزيد من القوات الأمريكية، فهذه علامة استفهام كبيرة. غزة بدها كل هول؟
يعني غزة بدها حاملات طائرات. ايش برأيك التأخير اليوم بموضوع الاجتياح، موضوع الضرب الغزو البري؟ لأنه هذا الجيش منهك. هل هناك خوف من أن تتوسع هذه الحرب ولا تقتصر فقط على قطاع غزة، إلى خارج غزة، إلى الجبهات، جبهات يمكن الجنوبية بالمعطيات بالمعطيات وبما يقوله الصهاينة أنفسهم؟ في سببين أساسيين وجوهريين يؤخر الغزو البري. السبب الأول الخوف من غزة، لأنه في تجربة من 2014 وقبل 2014 وبعد 2014 بيعرفوا أنه، وخصوصا ما حصل قبل طوفان الأقصى، كان في شبه استخفاف بحماس وبالجهاد الإسلامي وبحركات المقاومة في غزة. ولكن اللي حصل هذه العملية المركبة والمعقدة والتي نفذت بهذه الدقة، دليل اللي صار الاسترخاء يعني اللي صار يوم طوفان الأقصى، فإذا في مؤشرات ومعطيات أنه لا، في تدريب حقيقي وفي تسليح حقيقي لغزة. بالنسبة للصواريخ، ما زالت إسرائيل تقصف الأحياء السكنية، وحماس والجهاد الإسلامي والمقاومة ما زالت تقصف صواريخ تطال تل أبيب. فإذا هن عم بيقولوا إذا فوق الأرض إحنا مش قادرين نسكت مصادر النيران، فكيف بالأنفاق اللي معروف إنه غزة هي مدينة تحت مدينة أو مدن تحت مدينة؟ يحكى اليوم إنه فإذا هذا السبب الأول. السبب الأول هو الخوف من غزة، لأنه واضح إنه في تسليح وتدريب وعقيدة معروفة، وأيضا الجيش منهك، الجيش متعب. فرقة غلاف غزة أبيدت إما بقتيل أو بأسير أو بجريح. في خسائر فاتحة اليوم لإسرائيل، وعم تخبي إسرائيل هيدا اليوم معترفين ب 1400 قتيل و 212 أسير وجنود إسرائيليين أيضا و 3500 جريح. هذه أرقام كنا نشوفها عند العرب، ما كنا نشوفها عند إسرائيل. نعم. فإذا السبب الأول جيش منهك متعب بمقابل غزة قوية ويعني مستقتلة للدفاع عن نفسها. والسبب الثاني اللي عم يذكره الصهاينة، هن بيعرفوا هذا الصمت الذي يمارسه حزب الله في هذه المرحلة لم يفصح عن أي معطيات، ما قال شو هن خطوطه الحمراء، قال نحن لسنا على الحياة في هذه المعركة، فتح جبهة على ما يسمى بقواعد الاشتباك على الجبهة الجنوبية وشمال فلسطين المحتلة. ولكن متى تتوسع هذه الحرب؟ هل الدخول البري يعني بدء العمل البري الاجتياح البري يعتبر خط أحمر سينطلق معه حزب الله بتوسيع الجبهة؟ هن مش عارفين. فهن الإعلام الإسرائيلي والمحللين العسكريين وحتى الصهاينة تقاريرهم الأمنية بتقول إنه واحد من أسباب التأخير، وحتى الأمريكيين يعني عم يضغطوا على نتنياهو على الحكومة الإسرائيلية بالتريث ببدء العدوان. هناك تناقض ايضا داخل اليوم الولايات المتحده الامريكيه، في اراء مختلفه ومتباينة حول الغزو الاسرائيلي يعني البري لقطاع غزه. بالاخر القياده واحده، حتى لو كان في تباين، عندما تكون المصلحه في الاداره الامريكيه هي التي تشخص هذه المصلحه. الى اليوم الولايات المتحده الامريكيه داعمه دعما مطلقا لاسرائيل في عدوانها على غزه. وهذا برجع بقول كمان بدي اكمل الفكره، الامريكي إلى أول من أمس كان واضح لا يريد حرب كبيرة في المنطقة. لكن اللي حصل امبارح، هذا البيان عن الدول الست اللي صدر دعم مطلق لإسرائيل بحربها وسموها الدفاع عن النفس، يعني شايفين هذه الغارات دفاع عن النفس، وأيضا تصريح بلينكين وهذا الحشد من الأساطيل، وأيضا الجيش الإسرائيلي استدعى يعني بحدود 600 ألف جندي. مش المنطق بيقول هذه القوة العسكرية المدعومة أمريكيا وغربيا مش بالمنطقة تكون فقط لقطاع غزة؟ فهناك خوف حقيقي من أن يحضر شيء ما. الإعلام مركز على غزة ولكن يكون العمل في مكان آخر. أديب اليوم بتشوف النقمة كبيرة اليوم على حماس من المجتمع الدولي الغربي، ومتناسين أنه اليوم عندهم قضية اليوم الفلسطينيين، وهن عم بيقوموا بدفاع عن أرضهم، عن حقوقهم المتناسية، ورحوا باتجاه الدعم الكلي لإسرائيل، كانوا هن المشاركين اليوم يعني بفعاليتهم كلها إلى جانب إسرائيل. حماس مصنفة إرهابية قبل هاي العملية، فلا جديد بهذا الدعم المطلق للكيان الصهيوني. هلا حدا بده يقنعنا انه امريكا والغرب كله يريد حل الدولتين واسرائيل مش قبلانه؟ ما هذا رغم انه نحن بعقيدتنا في نسف ايضا للاتفاقات اللي حصلت بالسابق، انه وين اليوم كان المطالب بانشاء يعني حل الدولتين على اساس كل حتى وين اتفاق اوسلو التزمت فيه اسرائيل؟ من يدعم اسرائيل؟ نحن لا نسلم، خلينا نسلم جدلا انه اتفاق اوسلو يعني يعطي للفلسطينيين او يرضى به الفلسطينيون بالدولتين، بحل الدولتين وانشاء اقامه دوله فلسطينيه ذات سياده كامله. وين هي الدوله؟
من الذي أجهد هذه الحلول؟ من الذي لا يلتزم بقرارات الأمم المتحدة؟ غزة، حماس، ولا الكيان الصهيوني؟ فإذا هذا ليس جديدا، الجديد هو الحدة، الجديد هو هذا الاستشراس، الشراسة بالانتقام من غزة، والجديد في فرصة يبدو في مشروع صفقة القرن ضمن البنود فيها التي لم تكن معلنة بشكل رسمي ولكن سربت من 2018، تهجير أهل غزة إلى سيناء وتهجير أهل الضفة إلى الأردن، وجعل الأرض الفلسطينية كلها من البحر إلى النهر أرض لليهود، ما فيها ولا مسلم ولا عربي. هل قائم هذا المشروع بعده؟ طبعا قائم، هني يريدون تحقيقه. لكن في معارضة اليوم من الأردن، من مصر، وهذا هذا كان الموقف، فيه مواقف أطلقوا الموقف إلى الآن عرب. الأردني والمصري نعم برفض هذا الترانسفير الجديد وحماية لمصر بالآخر. المهدد برأيي الشخصي لا يمكن هذا المشروع الشرق أوسط الجديد الذي تطمح إليه إسرائيل، وحكى عنه الرئيس بري بخطابه بالمؤتمر الطارئ لعقد بالجزائر وقال صدقوني الموضوع ليس غزة، المستهدف مش غزة، المستهدف المنطقة كلها وتفتيت هذه المنطقة كلها، ولتكون، وقال الرئيس بري، لتكون إسرائيل الدولة الأكبر والأقوى. كيف يمكن أن تكون إسرائيل الدولة الأكبر والأقوى إذا كانت مصر بهذا الحجم وبهذه القوة؟ الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، المستهدف رقم اثنان برأيي غير أنه حزب الله ولبنان كمقاومة، ولكن كدول حتى التي في تربطها اتفاقات سلام مع العدو الإسرائيلي، هذا العدو لا يعترف بهذه القرارات ولا بهذه المواثيق. هناك مخطط لتفتيت المنطقة كلها، إعادة رسمها من جديد، حكت عنه كونداليزا رايس ب 2005-2006 الشرق أوسط الجديد لما بشرتنا بثورة الأرز بلبنان، ورجع 2006 الحرب على لبنان. خليني أذكر اللبنانيين، ويمكن هلأ أنا مش عم خوف بس أنا عم بحاول جمع هودي المعطيات. نتذكر بعد انتهاء حرب تموز باليوم ب 12 آب أول تصريح كان للرئيس نبيه بري وللسيد حسن نصر الله دعوة الجنوبيين إلى العودة إلى ديارهم. وقت قال الرئيس بري رجعوا على بيوتكم، واللي بيته مدمر يحط خيمة ويقعد على على الركام. وقتا نحن ما فهمنا ليش عم يحكوا هيك، لأنه كان الدبلوماسيون الغربيون عم بيقولوا لحلفائهم بلبنان إذا انتصرت إسرائيل في هذه الحرب سيهجر الشيعة إلى العراق. في هذا الترانسفير اللي عم يحكوا عنه بغزة إلى مصر، إذا انتصرت إسرائيل في غزة سيأتي الدور على لبنان لهؤلاء اللبنانيين، هلأ بنحكي عنه بعد شوي. هل يريدون أيضا تهجير الشيعة إلى العراق وإحلال اللاجئين السوريين مطرحهم؟ فإذا المشروع كثير خطير. قادر اليوم قادرة إسرائيل تفتح كل هالجبهات اليوم؟ أكيد مش قادرة. باستطاعتها جبهة مع غزة، جبهة الجنوبية أيضاً، شمال فلسطين. هي مستقوية بمين؟ ما لما أول ما إجوا البوارج الحربية وحاملات الطائرات الأمريكية لهون، ما أول شيء قال إنه هذه لتردع حزب الله. نعم. وقالوا جون كيربي حتى في أجواء تهديد اليوم مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية على مسؤولينا، الخطر أنه من يتحدى اليوم أو من يقف في وجه إسرائيل كانوا عم يقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية. الخطير بهذا الموضوع أنه نتنياهو وفريقه الأمني والعسكري والسياسي يعتبر أنه هي فرصة، هذا الدعم المطلق اللي موجود اليوم ووجود الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها، يعني مش بالدعم، عم تحكي عن بوارج وعم تحكي عن 2000 عنصر هني قالوا موجودين على الأرض كاستشاريين، وأمريكا هي اللي تدير هذه المعركة. فالخوف أنه الإسرائيلي يعتبر أنه هذه فرصته لفتح جبهة كبيرة في المنطقة بوجود الأمريكي والغربي وهذا الدعم الدولي، لأنه هن شبهوا ما حصل ب 11 أيلول مش هيك؟ وقال بايدن أنه أكبر بكثير مما حصل ب 11 أيلول. طب نتذكر بعد 11 أيلول عمل حلف دولي للقضاء وقتها على القاعدة واحتلوا أفغانستان. هل اليوم هذه مؤشرات لإنشاء حلف دولي آخر بحجة القضاء على حماس يروحوا يضربوا إيران مثلا، يضربوا لبنان، حزب الله، يضربوا اليمن، ما بعرف. من هون شفنا يعني تحرك اليوم الحاملات الطائرات، وشفنا قبل أمس فرقاتها ألمانية، وتحركت أيضا السفن الحربية الصينية. هيدا بنصير بنروح على حرب واسعة اليوم مفتوحة تكون. أمريكا مبارح بعثت على فرانكفورت بألمانيا طائرات بتشبه البي 52، وهن قالوا انه هذه تستطيع ان تصل الى طهران وتضرب وتقصف طهران. طب ليه عم بيقولوا هيك؟ ليه امبارح انحطت بالمانيا هذه الطائرات وانعمل هذا التصريح لتقول انه هذه تطال طهران؟ انا برجع بقول مش جاي يقول بكره الحرب،
وهذه الحرب الكبيرة اللي الكل عم بخوف منها واقع. بس أنا واضح إنه محورين، نحن أمام محورين اليوم، إيران وحركات المقاومة والصين، إلا يعني في وجه اليوم الولايات المتحدة والغرب، أوكرانيا، إسرائيل، اللي هن محورين اليوم، يعني بيفرضوا حالهم اليوم على الساحة، ولكن يعني هل بيروح على غزة وممكن يروح امتدادها على جنوب لبنان أو على لبنان. هذه الحلفين المواجهين موجودين، ولكن هل بيروح اليوم، هل إجا وقت المعركة الكبرى اللي بنحكى عنها، معركة إنه بالتعبير العام يا قاتل يا مقتول؟ يعني الكلمة اليوم للميدان طبعا. ما فينا نقول مواقف سياسية اليوم، أنا ننتظر شو بدي يصير بقطاع غزة، قديش قادرة اليوم رغم الإنجاز اللي سجلته اليوم حركة حماس بطوفان الأقصى، قديش قادرة أن تصمد حماس اليوم في وجه إسرائيل وهالآلة الحرب التدميرية، التدمير ومنهج عم تصيب اليوم الأطفال، المستشفيات، الكنائس، تضرب يعني عم توجع اليوم وحدة وحدة. لا بالسياسة نرجع لهون. اليوم لا صوت للسياسة، بدليل مثل ما قلنا قبل شوي، الذي بيده مفتاح الحل السياسي هو الولايات المتحدة الأمريكية، مسكر باب الحل السياسي ومطلقة يد إسرائيل من أجل الانتقام. اثنان، تطورات الميدان، قديش تقدر تصمد غزة؟ كل القراءات وكل المعطيات والمؤشرات بتقول، وبالمنطق المدافع اللي بحالة الدفاع بيكون عنده عناصر قوة أكبر. الإسرائيلي اليوم لو أنه ما بيعرف أنه في خطر من دخول إلى غزة ما كان تأخر. ولكن السؤال بمطرح تاني، قداش العرب، قداش المسلمين، المسلمون قدي عندهم قدرة على الصبر والصمود أمام المجازر؟ اليوم إسرائيل بدها تضل عاملة هيك قاعدة، حطها الطيران ونزل قصف بالأطفال وبالنساء وتدمير كنا عم نعد شهداء، بيقولوا سقط 5 شهداء وعشر شهداء وعشرين شهداء. امبارح بيقولوا صاروا يعدوا مجازر، سقط اليوم في 20 مجزرة. بكل مجزرة في 20-30 شهيد. قدي العالم بيقدر يحمل؟ هل المطلوب انه يبقى بيقدر الناس تبقى ساكتين؟ في تعمية اليوم، يعني بتعتيم بالاعلام الغربي اليوم ما عم بيشوف المجازر اللي عم بيشوفها باطفال فلسطين، ما عم توصل. بس لكن اذا طالت هيدي الحرب ما حتتظهر الحقائق وتوصل عبر السوشيال ميديا. شو بدي انا ليش بدي ليه بدي طالب الغرب اذا اهلي مش عم يتحركوا؟ ليه بدي طالب الغربي اللي عايش بامريكا او بفرنسا او بايطاليا او بالمانيا او باسبانيا او وين ما كان، وانا هون اللي بلبنان وبالسعوديه وبمصر وبالاردن وبالامارات وبايران وين ما كان مش عم يتحرك؟ عم يحكي كشعوب. انا اللي عم اقوله، نحن امام مجزره، يعني غزه تباد بكل معنى الكلمه، ها مش هاشتاج على منصه اكس للتداول، هي حقيقه، غزه تباد بكل معنى الكلمه، الشجر والحجر والبشر في غزه يقصف بشكل لم يحدث له في التاريخ مثيل. بالحرب العالميه القمم تحركت يمكن شوي من ايام قمه اللي انعقدت بالرياض، ومن يومين قمه مصر اللي كان فيها يعني مشاركة غربية دولية إلى جانب زعماء ورؤساء العرب. يعني تقييمك بداية لهذه القمة اللي هي في كتار اعتبروها فشلت، وأيضا كان في غياب يعني للبنان اللي لازم هو يكون يمكن من أول المشاركين نظرا لموقع الجغرافي، نظرا لوجود المقاومة داخل لبنان وإلى آخره. تعليق على القمة، قصيدة مظفر النواب، قمم مش رح كمل لأنه عيب، لأنه شفنا هذه القمم كانت على حدود غزة. ما صدر بيان، يعني ما اتفقوا على غير بيان إنه مصدر، غير ختامي. إنه مصدر بيان ختامي اقتصرت على بيان الرئاسي المصري، غير إنه مصدر بيان ختامي. قديش كان في دول مجتمعة؟ إسرائيل قالت لكل هذه الدول اجتماعكم وحضوركم وخطابكم لا يساوي، مثل ما قال معاوية عن صلح الحسن، لا يساوي شو تحت شسع نعلي هذا. بكل صراحة هن مجتمعين كانت عم تقصف، هن عم تقول عم بيقولوا قمة للسلام. لكن كان في خلاف اليوم، يعني الدول العربية كانت عم تطالب بوقف إطلاق النار، واعتبر المقابل الجهة المقابلة بدهم إدانة لحماس وما بدهم وقف إطلاق النار، يعني دعم كلي لإسرائيل. سمعتي لك شي دولة عربية من الدول المطبعة أو اللي عاملة سلام استدعت سفير إسرائيلي واحتجت؟ لكن ما بتشوف انه المسارات التطبيع اليوم يعني تفرملت نوعا ما اقله مع المملكه العربيه السعوديه؟ خليني بس سؤال، انه لو في جديه عند العرب ما عندهم اوراق قوه يلعبوها؟ ما بيقدروا يهددوا اسرائيل تهديد؟ ما حدا طالب منهم هلا يرفعوا السيف ويهجموا.
بس ما بيقدروا يهددوا تهديد انه ما نقطع العلاقات الدبلوماسيه، ما نطرد السفراء، بدنا نجمد مسار التطبيع. حتى هذه ما صدرت. هي المواقف الحقيقيه، مع انه مطلوب لو نحن كنا شفنا تظاهرات كبيره بالشارع غضب عربي اليوم بالشارع العربي والشارع الغربي، بس ما شفنا هيدا مثل ما عم تقول ترجمته عند الانظمه العربيه. انا مضطر احكي وانا بتحمل مسؤوليه كلامي، ما بتحمل لحدا، انا بقوله انا بتحمله بكل وقاحه وبكل اجرام وبكل صلافه وبكل حقد وبكل الاستعلاء. امريكا وفرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا وبلا من عند كل الدول عم تدعم اسرائيل ماليا وبالسلاح وبالاعلام، مش هيك؟ وهن لا شو بيربطون فيهم؟ هن يهود، يعني اسرائيل يهود وهن مسيحيين. هودي اعراقهم مختلفه وهن اعراقهم مختلفه، لغتهم مختلفه، مزبوط؟ بينما نحن اهل غزه مقطوع عنهم المي والطعام والدواء والكهرباء والوقود، وممنوع على ابناء جلدتهم العرب والمسلمين والسنه، لانه اهل غزه سنه، واللي بدك اياه ممنوع يقدموا لهم مي. مسموح للولايات المتحده الامريكيه تجيب حاملات طائرات وتفتح جسر جوي وتقطع عشرات الاف الاميال لتوصل على هون، وممنوع حزب الله او المقاومه في لبنان، عم بيجونا السفراء بيهددونا، ممنوع يتدخل. مستقيل اليوم في ظلم، في استعلاء اكبر من هيك اليوم، الرسائل عبر الرسائل اللي اعطيوها المسؤولين اللبنانيين، في استكبار واستعلاء اكبر من هيك. هلا بستعمل العباره مستعملها السيد موسى الصدر، في استحمار للشعوب العربيه اكثر من هيك. الى متى سيقف بتشوف اليوم تقييمك حزب الله اليوم مواكب، فينا نقول رغم انه بدا منذ اليوم الاول يعني الحرب على غزه عم بيشارك من خلال القصف جنوب على المستعمرات، واقل شفنا يعني خسائر فينا نقول النازحين، حركه النازحين بالاسرائيليين من المستعمرات الاسرائيليه، ونزح 72 الف وكذا مستوطنه اليوم تركوها، وشفنا صور اليوم خيام على شاطئ البحر باسرائيل اللي هن على الشمال. هلا هذا المشهد كنا اول مره بنشوفه، حركه نزوح هالقد اسرائيليه. وكمان عاده اسرائيل كانت بس بدها تحمي حدودها بتحتل، نعم، بتعمل شريط حدودي عشان تبعد المقاومه وتخلي شمال فلسطين ومستوطناتها بامان. هلا عم تخلي مستوطناتها، نعم، عم تبعد لجوا. هي كمان مشهد كنا نشوف حركه نزوح لبنانيه، حركه نزوح فلسطينيه، ما كنا عم نشوف حركه نزوح اسرائيليه. هذا مشهد جديد، مش بفضل اوسلو ولا بفضل وادي عربه، هذا بفضل المقاومة وخيار المقاومة. اثنين، شو المطلوب من حزب الله يعمل؟ يعني يعني هلا مثلا لليوم بحدود 30 شهيد مقدم الحزب. إذا ما نحكي عربيا في 400 سبع شهداء يوم السبت، ست شهداء واللي قبلها يعني كان، إذا ما نحكي عربيا في 450 مليون عربي. سيد حسن نصر الله بخطاب شهير قال نحن 100 ألف مقاتل. إذا ال 100 ألف مقاتل قدموا 30 شهيد، ال 450 مليون لازم بس يقدموا، مش عارف الرقم ده، 40 50 الف شهيد بيطلع لهم يعايروا الحزب اذا عم بيحكي، اذا عم يتدخل او لا. حزب الله عم يشتغل مثل صرنا قايلين كذا مره، وهذا بيعترف له فيها الخصم المنصف مش الخصم الحقود بعض اللبنانيين، عم يتصرف بماسك العصا من النص. اول شيء شاغل ثلث الجيش الاسرائيلي على الحدود، ثاني شيء عامل ارباك للاسرائيلي، عامل اشغال يومي للاسرائيلي، فاتح جبهة طولها 105 كيلومتر بتضاريس معقدة بتبلش من نقطة صفر على البحر بالناقورة بتوصل ل 2400 وشي بجبل الشيخ، وعم بيقدم شهداء واشتباك مثل ما قلنا دائم. الإسرائيلي أخلى على عمق 9 كيلومتر خط دفاع ثالث، عمل بنفس الوقت عمل هودي كلهم وجنب لبنان الحرب المدمرة لليوم. لهلأ عم نقول مجنب لبنان هذه الحرب المدمرة وملتزم بقواعد الاشتباك، رغم أنه الإسرائيلي هو اللي عم يخرق قواعد الاشتباك وحزب الله في موقع الدفاع. واليوم رئيس نبيه بري أكد أنه لبنان في موقع ملتزم. الدفاع عن نعم. النفس وملتزم بحقه بالدفاع عن نفسه. نعم. فإذا هذا أيضا موقف تأييد واضح لما تقوم به المقاومة في لبنان. فإذا أكثر من هيك شو المطلوب؟ هل المطلوب مثل ما قال الإمام موسى الصدر، بتمنى الكل يسمع، هل مطلوب انه دائما مش لبنان الجنوب دائما يحمل هو ضريبة العرب كل العرب وضريبة المسلمين كل المسلمين؟ لازم نحن لحالنا نقاتل ونقتل
ونهجر؟ ما بيسوى غير عرب ولا هن هن على مدى جنب حزب الله وما يشارك بي هن على مدى مدى كل سنوات السلم على الاقل من 2005 لليوم حزب الله ارهابي والمقاومه ارهابيه وبدهم يعملوا سلام وتطبيع مع اسرائيل وما بدهم خيار المقاومه ولما توقع الحرب وين حزب الله؟ مزبوط؟ بيعتبروا اليوم يمكن الوضع غير عام 2006، الوضع الاقتصادي كان غير، اليوم خايفين على لبنان، خايفين على امن لبنان، خايفين على 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 لبنان يعني مين اللي هن اللي خايفين؟ وهو حزب الله والمقاومه مش خايفين فكره الحرب ولبنان هل فتح لما بنرجع لهذه المعادله اللي قدامنا اليوم، الحرب لليوم 14 او 15 يوم صار لها ما حزب الله والمقاومه ما راحت الى حرب مفتوحه ما جنبت لبنان هذه الحرب ما حدا قال ما قلنا قبل نحن مش انتحاريين المقاومة في لبنان ليست انتحارية مقاومة واعية وعاقلة ولها قيادة رشيدة وحكيمة وبتعرف وبتعرف مصالح الناس ومش جاي تعمل عرض عضلات على حساب كمان الناس بذات الوقت يعني هناك قيود يمكن تفرض على لبنان يعني هالحركة الغربية اليوم والأوروبية اللي عم تجي على لبنان وعم يلتقوا المسؤولين اللبنانيين وأنه عليهم أنه يحثوا حزب الله أنه ما يدخلوا بهيدا الصراع في خوف عندهم اليوم على اسرائيل، قد ايه اليوم حزب الله ممكن ينطاع لهيدي من دون شروط؟ وهي من اول يوم بايدن قال لحزب الله دونت مش هيك؟ انه ما يعمل عمليات، ردوا عليه باليوم الثاني نهار الاحد. كل هذه الضغوط وكل هذه الممارسات لم تثني المقاومه في لبنان عن اداء دورها العقائدي في هذه المعركه. والعقيده مش بس قتال، ايضا العقيده حمايه الناس. ما حدا عم بيقول اسرائيل سهله وما حدا عم بيقول اسرائيل ضعيفه وما حدا عم بيقول الحرب نزهه ما حدا عم بيقول هيك نحن عم نقول في واجب اخلاقي في واجب تاريخي في واجب ديني بنصره هؤلاء بالمدى المنظور بهذه المعركه بتشخيص الواقع الان ما تقوم به المقاومه اليوم تخفيف الضغط عن غزه ومنع اسرائيل وهذا الغموض اللي عم تحكي عنه هل يلتزم حزب الله او يرتدع حزب الله لليوم امريكا ما بتعرف اذا يرتدع او لا يرتدع لانه لكل اللي اجوا لالتقوا الرئيس بري مثلا كلهم كان عندهم هدف واحد سؤال واحد هل سيتدخل حزب الله كيف نمنع تدخل حزب الله بدهم ضمان بعدم التدخل لا الرئيس بري اعطاهم ولا حزب الله اعطاهم ولا مفروض حدا يعطيهم مش مثل ما سمعنا مش مفروض يكون وزير خارجيه لبنان لازم يستقيل عبد الله ابو حبيب لانه انا كلبناني ما بقبل هذا يمثلني ما بقبل حدا وزير بالدوله اللبنانيه يطلع يقول ضحايا من الطرفين يعني عمل الشهداء اللبنانيين ضحايا والقتل للاسرائيليين ضحايا غدا يعني متغيب يعني عصام يعني عصام العبد الله شهيد الصحافه ضحيه وهذا الاسرائيلي اللي قتله ضحيه كيف بدنا نقبل انه هذا يمثل لبنان لازم يقدم استقالته وكيف بعدين حكى كلام خطير جدا مين مسؤول عن هذا الكلام الرئيس ميقاتي منزعج جدا وتنصل من هذا الكلام هو مع مين عم ينسق مع السفيره الامريكيه ولا مع وزاره الخارجيه الامريكيه هذا الكلام برجع بقول نحن في هذه المنطقه بعدين برايك ليه ما اندعى لبنان او بتمثيل يعني يمثلوا اقل لانه ما في رئيس جمهوريه يمكن قمة يمكن العربية. لا وليه ما اندعت ايران وغدا ايضا في جلسه لمجلس الامن أيه. كمان غيب لبنان عن الموضوع فيها على مستوى وزراء الخارجيه مشاركه الاردن مصر فلسطين احسن شيء اليوم بيصير السعوديه احسن شيء بيصير اذا اي مكان فيه وزير خارجيه لبنان ما يروح اذا عم نسمع هذا بتابع موضوع اليوم النازحين السوريين بسوريا بعدين كيف طلع بمقابله على السي ان ان كان عم بيحكي هو وانعرض تقرير كمان عم بيحكي حدا اسرائيلي ورد عليه يعني ما صارش حوار مباشر بس طلع يعني في امور اذا هذا الرجل مش واعي شو عم يعمل مش منتبه لشو عم يعمل هو يمثل لبنان لبنان دوله مقاومه لبنان مش عامل صلح مع اسرائيل نعم ولا هي دوله عداء مع اسرائيل بالدستور اللبناني العدو الوحيد للبنان هو اسرائيل نعم فما بحق له يعمل هيك ممنوع وفق الدستور اللبناني ما حدا يطلع لي شيء لبناني هلا وفق الدستور اللبناني ما بحق له يقول ضحايا من الطرفين اليوم الحكومة وضعت خطة طوارئ استباقية ربما يعني نظرا للأوضاع اللي عم تصير بغزة وجنوب لبنان، قد ايه قادرة اليوم الحكومة بتصريف أعمالها وبالوضع اللي عم بيعيشه لبنان، قادرة إنه ممكن تصمد إذا لا سمح الله صار حرب بلبنان وتوسعت هيدي الحرب من صار غزة. انهيار مبنى بالمنصورية؟ نعم مبنى واحد مش هيك؟ بقي تسعة أيام بقي تسعة أيام لا يعني لا سمح الله إذا صارت حرب
ونزلوا بنايتين. يعني عال حلو هذا الكلام الكلام التطميني ونحس البنين في دولة وحدة سيئل عنهم. نعم. خلاصة هذه المسألة موضوع الحرب موضوع لبنان، علما أنه نحن كلبنانيين لازم كمان الإسرائيلي يعرف أنه إذا فرضت علينا هذه الحرب حتى لو قتلنا مثل أهل غزة تحت الأنقاض مش رح نستسلم، ولكن نحن عم نقول المقاومة في لبنان، قيادة المقاومة السياسية والعسكرية تقدر جيدا الوضع الداخلي، الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، كل هذه الوضع الاقتصادي كل هذه بعين الاعتبار تؤخذ. ما حدا جاي ورط لبنان في حرب ولا مرة، حتى بال2006 المقاومة ما راحت على حرب مفتوحة، المقاومة عملت عملية أسر. كان عم مهد لها سيد حسن بكل خطاب كان يقول نحن أخذنا بدنا نجيب أسرى نحرر أسرانا، ومنتذكر كثير منيح هذيك المرحلة لما راح بعملية الأسر ما كان بالحسبان أنه إسرائيل تعمل حرب مفتوحة. وقال السيد حسن كلمته شهيرة: لو كنت أعلم أخذوها عليه. صحيح. ولكن هذه بدل على شفافية، بدل على الصدق، أنه عم بيقول أنا ما كنت بعرف كقيادة مقاومة تقديرة للموقف أنه هذه الحرب هذه العملية مفروض تؤدي إلى حرب. نفس هذا بيصير بأكبر الدول. هي الحروب شو؟ الحروب بتصير بسبب سوء تقدير ميزان القوى بين واحد من الطرفين. ما روسيا ما كانت مقدرة حجم التسليح في أوكرانيا، وكان عبالهم سموها عملية عسكرية بالأول تخلص خلال أيام بغير النظام تنتهي الموضوع. صار في إلى دعم أوروبي تغير الموضوع. ليش بتشوف اليوم المسألة ابتسام إلى علاقة بمصير بلد ومصير منطقة اليوم وتغيير. ما يجري في قطاع غزة وجنوب لبنان ما بيحس اللبنانيين أنه يقعدوا مع بعض اليوم، أو على أقله يسعوا مع بعض إلى الإسراع والاتفاق فيما بينهم على انتخاب رئيس جمهورية أو الاتفاق على اسم موحد بين اللبنانيين؟ طلع واحد حلو كتير، شخصية وشبوبية، عم بيحكي عن اللبنانيين بيقول عنهم بشعين وما بيشبهونا. هذا بتقعد معه بهالظروف؟ بيطلع واحد مبارح بيكتب بيشبه الشهداء بالفطايس، هذا بتقعد معه؟ هودي بهذا الزمن، بزمن اعرف فهمنا بزمن السلم كنا ملتهين ببعض بالسياسة. اليوم عم نشوف على السوشيال ميديا صدقا ومش يعني بديش عن هاجم حدا بديش سمي بالاسماء. نحن عم نتابع مفروض علينا كمتابعين وعم نشتغل بالاعلام وبالتحليل وبغيره، عم نشوف اعلام اسرائيلي واعلام غربي وامريكي وحتى ناشطين صدقا وبكل أمانة بعض اللبنانيين أكثر حقارة من إسرائيليين بمواقفهم باستغلالهم. في حدا بيطلع بشمت بطفل فلسطيني عم يقتل لأنه بال 75 كان في مشكل هو الفلسطيني؟ شو له علاقة هالطفل؟ امبارح شفنا رضع طفل رضيع كان جريح. في أجنة عم تخلق شهداء، هودي كيف بتحكي معهم؟ بأي منطق؟ منطق وطني ولا منطق إنساني؟ في ناس كمان قبل طوفان الأقصى عم نفتقد الإنسانية ببعض. قبل طوفان الأقصى في بعض الأسماء ومش حسمي ومريش هاتين شرف التسمية كانوا عم بيحكوا بعقلانية، وإن كان عم بيغلف كلامه أيضا أنه وين ما في شارون هلأ يجيب لنا 100,000 مقاتل وتعبيراته ما في حافظ الأسد بيفوت لو في خلينا نروح نضرب عصا. كان عم بيحكي بعقلانية لازم نحاول حزب الله ولازم نعمل، يعني عم بيحكي بمنطق. اليوم لما شاف هذا القصف الإسرائيلي والبوارج الحربية كأنه أب راسه، يعني صار عم يحكي بمنطق مختلف، صار بده يهزم المقاومة. هلأ رجعوا يراهنوا على الإسرائيلي، رجعوا يراهنوا على الأمريكي بعد المعركة بأولها وبعد المقاومة لم تفعل شيئا إلى اليوم. بعد عم تشاغل الإسرائيلي مشاغلة ينتبهوا على وطنهم. الإمام موسى الصدر بده يذكر دايما لأنه بهذه الظروف نحن بحاجة للحكماء والعظماء. الإمام القائد السيد موسى الصدر قال كلمة شهيرة بذلك الوقت لأرباب المارونية السياسية، قال لهم اعدلوا قبل أن تبحثوا عن وطنكم في مزابل التاريخ. اليوم أيضا فليعدلوا، حتى هذا الناشط على السوشيال ميديا يكون عادل، يشوف الظلم، يشوف من القاتل والقتيل. مش وقت تصفية حسابات داخلية وسياسية وطائفية. حضرتك ابن جنوب اليوم، قديش بتشوف مقيم بالجنوب
في حركه نزوح اليوم من القرى الحدوديه، على الرغم انه في ناس يمكن عم تقول وضع اليوم سيختلف عن عام 2006 ومتمسكه بارضها وستبقى صامده في ارضها، رغم انه في حالات نزحت وفي عدد من القرى يعني المحازيه ما بعرف اذا عم ينطلب منهم انه يغادروا منازلهم. اولا فتحت موضوع النزوح كمان بالاطار، اولا النزوح مش عيب ومش خوف. انا عندي اولاد يعني ابني عمره 5-6 سنين، يعني هلا اذا انا خليته تحت قصف الطيران بكون قبضاي يعني. اذا في عمليه نزوح هي من القرى اللي هي مسرح عمليات اللي كانت تسمى سابقا اللي هي كانت قرى الشريط الحدودي اللي تحررت بعام 2000 وبعض القرى المتاخمه لها، فعمليه نزوح عاديه وطبيعيه ونزوح داخلي بعضهم يعني القراب من النبطية عن النبطية، من بنت جبال على بنت جبال، القراب من سور على سور، بنت جبال ومرج عيون أكثر وسور. فإذا هودي كرة نزوح طبيعي بالآخر إذا صارت حرب، يعني لأنه بعض التفه كمان والسخيفين أنه بحط لك صور قديمة لعجقة سير أنه أهل الجنوب هربانين، إيه شو بدك يعني؟ بدك النساء والأطفال يقعدوا تحت القصف؟ أو تشبيه نازح يعني أنه شو الفكرة اللي عم يحاول إليها؟ يعني أوكرانيا ما نزحت؟ يعني في شيء إسرائيلي مش عم ينزح؟ فهذه نقطة. النقطة الثانية المعيب اكثر هلا ما امن في بعض حركه النزوح اليوم كان عم بيجوا الى اليوم يعني الى اليوم في مراكز فتحت بالمدن بيصور الاساسيه بيصور يعني وبغيرها اليوم حركه لوزير الشؤون الاجتماعيه كان عم بيزور مزبوط وفي الهيئه العليا للاغاثه وفي مجلس الجنوب وبعض يعني والبلديات وكذا عم بيتابعوا شؤون الناس وامور. برجع بقول حركه نزوح عاديه وخفيفه خفيفة. ومقبوله نعم. بس خلينا ونعمل اكثر من تقرير، مش عم نفتري على حدا وعم بيحطوهم ستيتوس وستوريز يعني على المنصات هودي اللي عندهم او سماسره الاجار. نعم ضرب 3 و4 اجار الشقه بده ياخذوا منهم سنه سلف وثلاث اشهر سلف وست اشهر سلف. صحيح بكره بيقول لك نحن هذا الاستغلال بدا يعني حتى قبل ما تبدا حركه النزوح الفعليه. بكره بيقولوا نحن استقبلناكم، لا شكرا على هذا الاستقبال، عيب ما صار بعد في شعب. هذا بدل قديش نحن مقسومين، قد انه انت عم تستغل نازح. اكيد ما فينا نعمم، انا عم بحكي عن هو انا سميت هؤلاء نعم. السماسره سماسره الدم نعم وسماسره الحرب. في ناس انا بالشخصي عم بحكي نعم. من كل المناطق ناس عم تدق لي بالشخصي، بيوتنا مفتوحه لك ولاهلك ولمين بتحب ولا كذا، واكيد بدون اجار. هودي على راسنا، مش عم بحكي عن هون، انا سميت حددت السماسره الذين يتاجرون عم بيتاجروا باطفال اولاد بلدهم وعم بيتاجروا بخوفهم وعم بيتاجروا برعبهم وعم بيتاجروا بامنهم. فاذا نحن بلبنان بحاجه الى ثقافه، يعني عن جد نحن لبنانيين سعيد عقل ماروني مش هيك؟ وفيلسوف ومفكر وشاعر، هو بيقول الفرق بين لبنان، بيقول وجود لبنان هو نفس وجود لبنان هو مؤثر سلبي وجودي على وجود اسرائيل. لانه لبنان بيوصف بيقول لبنان شعب واحد من عرق واحد بمذاهب واديان مختلفه، بينما الكيان الصهيوني هو دين واحد باعراق مختلفه. فنحن اللي بيجمعنا عرق واحد، نحن من نفس الدم نفس اللغه نفس الثقافه نفس الحضاره. جايين هلا نقسم بعضنا ونقتل بعضنا على الهويه بعد قد ايه ممكن طول اشهر؟ عم ينحكى لأربعة أشهر، عم ينحكى أيضا أنه حركة حماس بتقدر تتحمل من خلال من أربعة أشهر لست أشهر. هذا التقدير الإسرائيلي، إسرائيل عم بتقول لما بلش بده يمسح حماس وبده يمسح غزة وبده يعمل هجوم سريع وإلى آخره، بلش تروح السكرة وتجي الفكرة. هلأ صاروا عم يحكوا عنه، وحتى قبل كانوا عم يحكوا عن سنة أو مش عارف 1000 أشهر أو سنة. فالفكرة إيه، عم يحكوا عن حرب طويلة وحكوا أكثر من هيك أنه قد تكون أطول حرب في تاريخ الكيان الصهيوني. هذه الحرب يجب أن توقف بأي طريقة بالضغط الدبلوماسي، وهي مناشدة ما زال الوقت يسنح ويسمح للدول العربية والإسلامية للشعوب العربية أن تضغط على حكوماتها من أجل نصرة غزة. نصرتها مش ضروري نفعل الصواريخ، ومع أنه عندنا صواريخ وعندنا طائرات ومنشوفهم على بعضنا يعني بحروبنا على بعضنا ما شاء الله، بس ما ندمر سوريا منجيب 500,000 مقاتل، بس لما غزة ما في بدناش هيك، بس على الأقل نضغط بالسياسة من أجل ضمان حقوق مش حقوق الفلسطينيين اليوم، بدنا نضمن دم الفلسطينيين أرواح الفلسطينيين.
وانه اذا حركة كملت المقاومة المتنقلة اليوم في العراق، في سوريا، في اليمن، يعني ليس فقط في جنوب لبنان، يعني شفنا ايضا تهديد هذا على تفعيل قواعد عسكريه امريكيه. اليوم الهدف صار هذا دليل اي قاعده اليوم امريكيه باي دوله عربيه مهدده، وايضا السفارات الاسرائيليه في المدن اللي فيها متواجد حركات مقاومه اسلاميه مهدده ايضا. هذا دليل على انه وحده الساحات ليس شعارا، المقاومه جديه، محور المقاومه جدي بتهديداته، والصواريخ اللي شفناها من اليمن والمسيرات برأيي كانت رسائل، هي ما أطلقت. يعني اللي بده يستهدف تل أبيب بيعرف إنه في منظومة باتريوت وفي بوارج حربية إسرائيلية أمريكية في البحر بالانتظار، كان بيطلق عدد كبير من الصواريخ حتى يصل شيء منها. فكانت رسائل واضحة، أيضا القصف على عين الأسد، وأيضا القصف بالتنف وغيرها من القواعد الأمريكية في المنطقة، هي رسائل للأمريكي إنه هذه الحرب إذا كان يراد منها القضاء على المقاومة في فلسطين فهذا خط أحمر لن نسمح به، لأنه القضاء على حماس يعني القضاء على القضية الفلسطينية والقضاء على كل حركات المقاومة. وعندما ينتهون من حماس سيأتون إلى حزب الله، وعندما ينتهون من حزب الله سيذهبون إلى الرئيس بشار، وهكذا. فإذا نعم، اليوم مثل ما قال نتنياهو، مثل ما قال بايدن، نحن على مفترق مفصلي في تاريخ الصراع العالمي، نحن على مفترق مفصلي برسم معالم العالم الجديد. هذه غزة الصغيرة هي مؤثر أساسي برسم معالم هذا العالم أكثر من أوكرانيا. أستاذ حسن دور، شكرا لمشاركتك معنا بهذه الحلقة. مشاهدينا فاصل ونعود.